قبل ما نبدا اخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهارده، خلونا نروح للمياء حمدي نتعرف منها على اخبار الطقس في القاهره والمحافظات. يا لمياء صباح الخير عليك. صباح الخير يا لمياء. صباح الخير عليك يا شاذلي. صباح الخير عليك يا بسنت. بنحب الشتاء، احنا بنحب الشتاء بس مش للدرجه دي. يعني هو الطقس النهارده يعني انخفاض في درجات الحراره وغائم الصبح بدري. تاني. بارد الصبح بدري وغائم الصبح، بس يعني في وسط اليوم معتدل شويه. طيب كويس، طمنيني. هقول لكم دلوقتي على كل حاجه. بصبح عليكم مشاهدينا في كل مكان، وخلونا نستعرض مع حضراتكم جوله سريعه عن احوال الطقس النهارده. النهارده الطقس هيكون بارد الصبح بدري ومائل البروده على القاهره الكبرى والوجه البحري ومعتدل على شمال الصعيد، وفي فرص النهارده لامطار خفيفه وقد تكون متوسطه على فترات متقطعه على السواحل الشماليه الغربيه وشمال الوجه البحري والسواحل الشماليه الشرقيه. كمان في شبوره مائيه الصبح على بعض الطرق المؤديه من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. وكمان بيتكون الصقيع على المزروعات في مناطق من وسط سيناء، وفي فرصة كمان لتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 17 درجة، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 27 درجة، أقل درجة حرارة هتكون في كاترين 12 درجة. ونتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية.